مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. بداية الأسبوع هناك بعض الأمطار في المناطق الجنوبية الغربية، لكن معظم أجزاء المملكة أجواء ما بين لطيفة إلى معتدلة نهارا، تميل إلى البرود قليلا ليلا، ولكن بعد يوم الثلاثاء هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل المناطق الغربية والشمالية من المملكة، تؤدي إلى سقوط زخات رعدية من المطر. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ من يوم الأحد. يوم الأحد أجواء لطيفة في النهار، باردة نسبيا ليلا في المناطق الشمالية. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 19 والصغرى 8، الشمالية الشرقية 29، المنطقة الشرقية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 26-18، أيضا المنطقة الوسطى 25-16، والمنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 29-23، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا 19-11 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء لطيفة في النهار، باردة نسبيا ليلا في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية العظمى 21 والصغرى 9، الشمالية الشرقية 19-8، أما المنطقتين الشرقية والوسطى أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا 25-16 المنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى 25-15، أما المنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 29-23، أما المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع بعض الأمطار المتفرقة العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية. يوم الثلاثاء هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل المناطق الغربية من المملكة، وبالتالي تكون المناطق الغربية غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا مع سقوط زخات رعدية من مطر. المنطقة الغربية 30 العظمى والصغرى 25، الجنوبية الغربية 19-11، أما المناطق الشمالية لطيفة نهارا تميل للبرود ليلا 23-13، الشمالية الغربية والشمالية الشرقية 18-9، أما المنطقتين الشرقية والوسطى معتدلة نهارا لطيفة ليلا لكنها تميل إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، المنطقة الشرقية 26-15 والمنطقة الوسطى 25-13 درجة مئوية. يوم الأربعاء امتد حالة عدم الاستقرار الجوي لتشمل المناطق الغربية والشمالية الغربية وأيضا المناطق الشمالية من المملكة، حيث تكون الأجواء في هذه المناطق غائمة جزئيا إلى غائمة، سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا وبتكون غزيرة أحيانا، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. العظمى المتوقعة في الشمالية الغربية 22 والصغرى 14، الشمالية الشرقية 19-11، أما المنطقة الشرقية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 26-15، والمنطقة الوسطى 25-13، أما المنطقة الغربية أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية أحيانا، العظمى 30 والصغرى 24. طبعا الأمطار في المنطقة الغربية تشمل منطقة مكة والمدينة ومنطقة جدة وتكون غزيرة أحيانا، أما المنطقة الجنوبية الغربية 19-10 درجات مئوية. يوم الخميس استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في المناطق الغربية والشمالية من المملكة، وتبقى فرصة هطول أمطار وزخات رعدية واردة في هذه الأماكن. المنطقة الشمالية الغربية العظمى 21 والصغرى 13، المنطقة الشمالية الشرقية 22-10، والمنطقة الشرقية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 25-16، والمنطقة الوسطى 25-13، أما المنطقة الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا 29-14، والمنطقة الجنوبية الغربية 19-12 درجة مئوية.
يوم الجمعة أيضا استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في كثير من المناطق الشمالية والغربية من المملكة، لكن الشمالية الغربية بتكون الأجواء لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا، العظمى 20 والصغرى 13، الشمالية الشرقية 17 إلى 9 مع سقوط زخات رعدية من المطر، والمنطقة الشرقية 25 إلى 15، والمنطقة الوسطى 25 إلى 13، والمنطقة الغربية غائمة مع سقوط زخات رعدية من مطر 30 إلى 24، والمنطقة الجنوبية الغربية 19 إلى 11 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نتمنى للجميع السلامة، نترككم في أمان الله.